لو الحكاية فيها إن فيجو. النهاردة الجمعة 31 مارس، والنهاردة القمر موجود لسه في برج الثور لغاية الساعة 7:45 مساء. عندنا كمان الحالة الفلكية بتقول انه الشمس وأورانوس وعطارد الثلاثة موجودين في برج الحمل، وعندنا كمان المريخ موجود في برج الثور، وعندنا زحل موجود في برج القوس، وبلوتو موجود في برج الجدي، ونبتون موجود في برج الحوت. عندنا كمان النهاردة بالليل عطارد هيدخل في برج الثور الساعة 8:15 مساء، وعندنا كوكبين بيتراجعوا، فينوس بيتراجع في برج الحمل، والمشتري بيتراجع في برج الميزان. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على ال 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. الحمل النهاردة عندهم القمر في منزل المال، ويقدروا النهاردة مواليد الحمل ان هم يحققوا نقط إيجابية، ويقدروا كمان ان هم يحصلوا على المكافأة لكل جهد هيقدموه. نروح بعد كده لبرج الثور. الثور النهاردة عندهم القمر في برجهم زي ما قلنا، القمر في برج الثور لغاية الساعة 7:45 مساء، والنهاردة الثور هيكون عندهم سحر وجاذبية جدا، هيعرفوا يلفتوا الأنظار ليهم، وكمان يقدروا ان هم يوصلوا لأهدافهم بمنتهى الثقة، هيكون القمر في برجهم بيديهم ثقة بالنفس رائعة. كمان عندهم المريخ في برجهم، فده بيديهم إصرار وحماس، فهيكون عندهم كل الإصرار اللي يساعدهم على الوصول لأهدافهم. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. الجوزاء النهاردة عندهم القمر في المنزل ال 12، وده بيخليهم يميلوا للعزلة شوية ويميلوا للتأمل، وده هيساعدهم إلى حد كبير إن هم يعرفوا يخططوا ويعرفوا إزاي يوصلوا لتحقيق أهدافهم. بس مطلوب من مواليد برج الجوزاء ان هم يحافظوا على السرية والكتمان وما يعلنوش خططهم قد ما يقدروا. نروح بعد كده لبرج السرطان. السرطان النهاردة عندهم القمر في منزل الأصحاب، والنهاردة ممكن يقضوا أوقات اجتماعية حلوة مع أصدقاء مخلصين، كمان ممكن يلاقوا شخص مثالي يدعم شغلهم، ويقدروا يوصلوا ان هم يلاقوا مساعدة تحقق لهم أحلامهم. النهاردة كمان بالنسبة لمواليد السرطان، أنا بشوف لو هم مش مرتبطين ممكن يكون عندهم فرصة إنهم يقابلوا أو يعني يقابلوا حد من الأصحاب، وتتحول العلاقة ممكن لعلاقة حب. نروح بعد كده لبرج الأسد. الأسد النهاردة عندهم القمر في وضع معاكس، وأقول مواليد الأسد حاولوا تكونوا بالذات في الشغل تكونوا عندكم مثابرة وإصرار أكتر، وكمان مطلوب منكم تعملوا اللي عليكم علشان ما تتمسكش ضدكم أي أخطاء. نروح بعد كده لبرج العذراء. برج العذراء النهاردة عندهم القمر في منزل الحظ، وده بيساعدهم ان هم يعني يقوموا بخيارات كويسة ممكن يحققوا من خلالها مكاسب مالية كويسة جدا. كمان النهاردة يوم مناسب بالنسبة للعذراء ان هم يخططوا لسفر او لرحلة. نروح بعد كده لبرج الميزان. الميزان النهاردة عندهم القمر في منزل المدخرات، وده بيدفعهم ان هم يخططوا كويس لمستقبلهم ويخططوا حلو لتنمية مدخراتهم، وممكن ان حاجات كتير تتغير لصالحهم، ويمكن كمان يكتشفوا حاجات خافية عنهم هتساعدهم في المستقبل. نروح بعد كده لبرج العقرب. العقرب النهاردة عندهم للأسف القمر ما زال معاكس معاهم في مواجهة برجهم، ومطلوب من مواليد العقرب ان هم يتحكموا في إظهار عصبيتهم ويتأنوا في حركتهم، ويحاولوا يبعدوا مسافة كافية عن الناس اللي بتستفزهم علشان يتجنبوا أي مواجهات عنيفة.
نروح بعد كده لبرج القوس. القوس النهاردة عندهم القمر في منزل العمل، وده بيساعدهم ان هم يعملوا كل حاجة وكل نشاط بإتقان، ويعرفوا ان هم ينظموا وقتهم ومجهودهم وأعمالهم. النهاردة ممكن كمان يكون قدامهم فرصة ان هم يحصلوا على التقدير لكل مجهود بيقوموا بيه ان شاء الله. نروح بعد كده لبرج الجدي. الجدي النهاردة عندهم القمر في منزل الحب، وانا بشوف انه ده بيديهم طاقة عاطفية جدا، وممكن ان هم يقدروا يبطدوا علاقتهم بالاحباب. اقول لهم كمان النهاردة بالنسبة للعمل ممكن تكون قدامكم فرصة ذهبية علشان تحققوا نجاح في الشغل، بس ما تضيعوش، يعني خليكوا يقظين عشان الفرصة ما تضيعش منكم. نروح بعد كده لبرج الدلو. الدلو النهاردة عندهم القمر في وضع معاكس معاهم، وده مطلوب، يعني مطلوب منهم ان هم يتجنبوا الجدال مع الاهل ومع القرايب، لان معرضين ان يكون في مشاكل عائلية كمان. لكن في نفس الوقت ممكن يكون في حد من الأقارب يقف جنبهم ويساعدهم على تخطي العقبات. كمان على المستوى الاجتماعي مطلوب منهم يكونوا أهدى في التعامل مع الآخرين لغاية ما النهاردة يعدي، خصوصا لغاية الساعة 7:45 بالليل. نروح بعد كده لبرج الحوت. برج الحوت النهاردة عندهم الوضع الفلكي داعم جدا، هيلاقوا ناس واقفة جنبهم وبتساعدهم، والنهاردة كمان يوم مناسب لمواليد الحوت ان هم يثبتوا نفسهم في كل عمل بيقوموا بيه. ويوم مناسب لبرج الحوت كمان ان هم يقضوا اوقات حلوة مع الاصحاب، وكمان اوقات عاطفية رائعة. وكده نبقى خلصنا ال 12 برج النهارده.